احبتي المشاهدين الكرام اينما كنتم، اسعد الله مساءكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم المباشر مع الناس، نعيش معهم معاناتهم والامهم، نسمع لشكاويهم، نكون منبرا لحديثهم وافكارهم. الطلبه النازحين، او وضع الطلبه النازحين اليوم، الطلبه النازحين يؤدون الامتحانات النهائية بأيام محددة حددتهم لها وزارة التربية مشكورة. بعد أن قامت وزارة التربية بجلب مدرسين ومشرفين على المراكز الامتحانية من خارج إقليم كردستان، وهؤلاء كل أستاذ صرفت عليه وزارة التربية 5 ملايين بين مأكل ومشرب ومسكن وأجور إضافية لكونه يخدم في محافظة أخرى. لكن للأسف الشديد وجدنا هناك لهجة طائفية من هؤلاء الأساتذة القادمين من الجنوب بألفاظ طائفية، بعيدا عن الألفاظ الطائفية للأساتذة، حتى ممثل أو وكيل وزير التربية الذي حضر إلى المراكز الامتحانية في أربيل كان أسلوبه متشنج مع طلبة نازحين لا يملكون أبسط مقومات الحياة. رغم ذلك تحدوا هذا الإعصار، إعصار التهجير القاتل، وأتوا ليمتحنوا، يفكرون بمستقبلهم. للأسف الشديد هناك تصرفات مع الطلبة النازحين، أسئلة صعبة. هناك اليوم خرج المئات من الطلبة يتظاهرون لا يريدون أداء الامتحانات ويعترضون على أسلوب مدراء المراكز الامتحانية في الإقليم، وكذلك الأسلوب الغير صحيح الذي لا يصدر عن أستاذ البتة. تظاهرت اليوم المئات من الطلبة اليوم من أجل عدم أداء الامتحانات بسبب التصرفات العنجهية والطائفية. يجب أن نحترم النازحين. مع الناس، منكم وإليكم الطلبة النازحين، هذا عنوان حلقتنا لهذا اليوم. وبعد الفاصل الآخر إن شاء الله سنتحدث عن المظاهرات والتظاهرات التي خرجت في بغداد والنجف والبصرة وعموم مناطق جنوب العراق. مع الناس، منكم وإليكم. مرة أخرى أحبتي الكرام، مرحبا بكم مستمرين معكم في برنامجكم مع الناس. اليوم طبعا نتحدث عن موضوع مهم جدا، خصوصا أن موضوع الطلبة النازحين هو اليوم هو حديث الشارع العراقي. كان هناك في إقليم كردستان امتحانات للطلبة النازحين بناء على توجيهات من وزارة التربية مشكورة. الذي حصل أن كل الكادر الإشرافي والمساعد هو من أهلنا، من إخوتنا من جنوب العراق. لكن من المعيب اليوم أن تحدث تصرفات تحسب على أشخاص ضد طلبة نازحين، بيوتهم مدمرة، نفسياتهم تعبانة، وجاي هو للامتحان لو دارس لو ما دارس، لو أساسا هو جاي بنفسية صفر للامتحان، فيتم التعامل من قبل الأساتذة بطريقة طائفية مقززة، ويتم التعامل من قبل وكيل الوزير، من قبل مسؤولين المراكز الامتحانية بطائفية.
كأن يدخل أستاذ إلى الصف. طبعا الأستاذ جايبينه من الجنوب خاسرين عليه على الأستاذ 5 ملايين بين سكن بين مكافأة بين أكل بين فندق يعني بين إشراف إلى آخره. يدخل الأستاذ إلى الصف يقول السلام عليكم شلونكم جماعة الثلاجة، كاستهزاء بأهالي صلاح الدين، أو كلمات طائفية إلى آخره، أو تفتيش بطريقة استفزازية عند الدخول إلى القاعات الامتحانية والمراكز الامتحانية. هذه كلها احنا نضعها أمام أنظار وزارة التربية لتجد حل فعلي لمثل هذه التصرفات المقززة، لمثل هذه التصرفات الغير صحيحة، لمثل هذه التصرفات الغير لائقة، لمثل هذه التصرفات التي تعكس حقيقة التربية لدى هؤلاء الأشخاص الموظفين في وزارة التربية. ننتظر اتصالاتكم وآراءكم مشاركاتكم، أيضا أي اقتراح أو سؤال أو استفسار أو مشاركة أيضا على الصفحة الفيسبوك الإعلامي مقداد الحميدان التي تظهر أسفل الشاشة صفحة الفيسبوك، كذلك اتصالاتكم عبر أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، رقم الفايبر اتصال فايبر طبعا لديكم الرقم اللي هو 0780111732، كذلك على رقم الزين وكذلك على رقم الآسي سيل 0770494669، مع الناس منكم وإليكم. طيب، كثير من الطلاب بعثوا لنا بشكاوي صراحة، والذي أجبرنا اليوم على الخروج بهذا الموضوع كان احنا عندنا لدينا على جدول أعمال للبرنامج كثير من المواضيع اللي كان لازم نتحدث فيها شؤون المواطنين، لكن اليوم أيضا في كركوك اليوم كان هناك أيضا امتحان، وأعتقد أجري الامتحان بإنسيابية عالية جدا كما أكد مراسلنا عن 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 هذا الموضوع. التعامل للأسف الشديد، اليوم احنا كنا عراقيين أمام أنظار وزير التربية ناس مهجرين نازحين، بيوتهم مدمرة، وضعهم مأساوي، ممكن ملاقين لقمة عيش يقتاتون عليها، ممكن جاي إلى الامتحان ليعبر مرحلة هي مرحلة صعبة في حياته لأنها مرحلة انتقالية، ورغم ظرفه الصعب هو جاي يمتحن. ناخذ اتصال ابو حيدر من يثرب، تفضل ابو حيدر. تفضل ابو حيدر. مليانة. نعم. جهالة اول شيء تتربى من هذا الحر الشديد. نعم. يعني جهال يعني الاطفال صغار الله وكيلك عندي طفل حتى يعني مريض حد يعني هسه الشارع راجعه ما جاي طيب، الشمس حاره حتى الخيمات ما عاد. يعني الخيمة إذا تبعد بيها الظهر والدنيا تصلب والحرارة 50-52 شكل بينا تجربينا هو أحمد تجربينا. نعم. ألو أنت وين بأي مخيم أبو حيدر؟ مخيم عربد. ها بمخيم عربد، أعتقد قناة سامراء وصلت إلى مخيم عربد والتقت في كثير من العوائل ونقلت معاناة أهلنا في عربد من أهالي يثرب، أهلنا وأخوتنا، وإن شاء الله نخصص إحنا علاقة عن يثرب لمعالجة الحلول جذريا. شكرا. ناخذ من تكريت مصطفى، تفضل مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام. والله يا عمي يعني والله العظيم يعني شغلت الامتحانات والله يعني 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 اشكالات كثير عليها. انت طالب مصطفى؟ اي نعم. وده تمتحن؟
اي بعربي. طيب شنو الانطباع اليوم على الامتحانات؟ سولفنا السلبيات اللي وجدتها. سولفنا السلبيات. تسليش اكثر من مره او مرتين كثير من الطلاب، ولا يضاع عن الوقت. كيف يعني تسليش طالب اكثر من مره او مرتين؟ نعم. الامتحان هاي يضيع تقريبا ربع ساعه نص ساعه من الوقت. نعم. هي الاسئله نوعيتها صعبه، لان يعني المده احنا القرينا بها تقريبا، يعني هي بدايه الدراسه يعني تقريبا من شهر 12، يعني احنا طلاب صف سادس اكو علمي اكو ادبي ثاني علمي. نعم. يعني كثير التعامل مصطفى، تعامل الاساتذه وياكم شلونه؟ والله يعني اكو استاذ يعني زينين، اكو يعني نعم زينين. اكو يعني استاذ زين واكو لا، يعني يعني المعلومات عندكم طائفيه ولا نعم. يعني هذا الحديث اللي وصل ان هناك اكو الفاظ طائفيه اكو هذه الامور، فهذه صحيحه يعني؟ اي نعم. يعني يسال طلاب يعني بين قوسين يعني سنه احنا نريد ان ايش نسميها. نعم. اي نعم، خاصه يعني نازحين صلاح الدين، يعني نازحين الفلوجه من خطيه والله من مضايقات. شكرا مصطفى، شكرا. شكرا مصطفى. طبعا هذا اعتقد اول طالب اللي اتصل بينا انه يتحدث عن فعلا ما تحدثنا به صحيح، عن ممارسات او عن مضايقات من قبل الاساتذه. يا اخي انت استاذ، انت استاذ استاذ، ليش من قال الشاعر قف للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا؟ انت استاذ يا اخي، توصل رسالة إنسانية، رسالة حتى عن منطقتك اللي أنت جاي عليها من عدها أساسا، لكن أنك تجي على هذه المضايقات للأسف الشديد، هذا يعني بصراحة أنا لا أعتقد إلى صلة بالتربية. سلام من عزيز بلد، تفضل. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام. حيانا في الولد العيون، بس على مدى ارجوع النازحين. اتفضل. انا حد عزيز، انا من الرواشد. نعم، من الرواشد. نعم. وما سقطت يعني قاعدين بالخيم وعوائل عندنا، وشفنا ظن ونور هاي شبه حكومه. نعم. يعني شلون يعني مشكلتنا احنا ويا بلد، يوم يباشر عقب باشر يرجعون، يعني ليش هذا من الاساس هذا؟ نعم. طيب يعني انت الان انت باي مخيم الان؟ باي مخيم؟ يعني الحراره كذا تحملناها وهذا الضيم. انت باي مخيم سلام؟ انا؟ اي انا مخيم بعربد. نعم بعربد؟ اي نعم. احنا مشكلة يعني مشكلة عزيز بلد، يعني باشر عقب باشر كل شهر يقولون الشهر يجي ورا العيد، يعني ورا العيد مباشرة ترجعون. اخوي سلام، يعني كل عيد العيد بالضبط. نعم صح 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 حقك. شكرا شكرا. أنا بصراحة أنا أخوي سلام، أنا بخصوص هذا الموضوع تحدثت كثير وحاولت أتصل بمسؤولين بهذا الخصوص، خصوصا من هذه المناطق، لكن للأسف ما وجدت أي تجاوب من المسؤولين عن هذه المناطق، من اللي اليوم هم مرشح او هم يشغلون مناصب حكوميه من هذه المناطق، ما وجدت اي تجاوب. لكن انا ان شاء الله في الحلقات القادمه راح اعرض مقاطع فيديو وصلتني عن عزيز بلد، راح اعرض كثير يعني من هالامور، وان شاء الله حتى لقاء مع مسؤولين بهذا الخصوص ان شاء الله. اخوي سلام ناخذ اتصال. تفضل جمال. تفضل. الو. تفضل. نعم. جمال. هلا ابو خالد. عليكم السلام استاذ العزيز. احنا عندنا طلبه بصف الثالث المتوسط وصف الثاني، يعني احنا من اهل الانبار ما عندنا حتى كرت سياره نوديهم، فتحه من الامتحانات الطلبه بغداد وبالخالديه، احنا حتى ما نقدر نعبر من جسر الزيابز ولا نقدر نودي العوائل ونجيبهم. نعم.
زين، يعني وزارة التربية هي ليش ما فتحت لنا مراكز باليوسفية يعني اكو مراكز هنا مال امتحان ما سمحت للطلبة المهجرين حتى يمتحنون هنا بالمراكز القريبة عليهم. نعم. وانحرموا هالسنة انحرموا هالسنة من الدراسة؟ استاذي يعني والله انحرموا من سنة من الدراسة، يعني ما عندنا امكانية نقدر نوديهم من المراكز ما امتحانات لا ببغداد ولا بالخالدية. نعم. اي فاحنا التربية كانت تفتح مراكز كل من وين قاعد النازح اغرب مركز الى يمتحن دي. طيب شكرا شكرا جمال. اذا تحصلون شباب المتحدث الرسمي باسم الوزير التربية نتحدث عن هذا الموضوع. طبعا جتني رسالة قبل ان انتقل الى اتصال، اخذ هذه الرسالة من على الفيسبوك وصلتني، انه السلام عليكم استاذ، انا طالب من محافظة صلاح الدين من يثرب، عفت الامتحانات بسبب الطريق الى مراكز الامتحانات ولأن الطريق مقطوع علينا وفي مسميات أنا ما أحب أذكر المسميات، لكن يقول عفت بسبب عشيرة من العشائر قاطعة الطريق عليهم وما يقدرون يروحون يمتحنون. فالآن أي شخص أيضا عنده على صفحة الفيسبوك أنا أستقبل أيضا رسائلكم. نأخذ اتصال، تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك يعني؟ حياك الله، تفضل. أنا من يثرب. من يثرب كل الهلا، حياك، تفضل. صارت سكتة. والله هي سكتة. والله ما أدري أسكتون. نعم. يا والله تهجمت وتفهم، والله جت. نعم. والله ما لنا وحلال نرى يعني شلون يعني ما ادري شلون. طيب شكرا شكرا لاتصالك. ناخذ بشار، تفضل بشار. عليكم السلام. يا مان بشار من يثرب. انت على الهواء تفضل. انا صراحه ما على وادك، احنا طال منطقتنا ثمان تشرب حرام. نعم. احنا والله العظيم انتبه بالنا، لا عندنا فلوس لا عندنا معونه، يعني انت تسرع حرام هذول يطلع عشان تعود ولا البلد ما في رواد كمية. نعم. احنا دواء شدنا عشان خلينا نحضر الدواء، احنا شنو الشغله احنا لا عندنا ولا عندنا الله وكيل. نعم. يعني بس انت في الصورين هذا المفضله في مسؤولين. نعم. شكرا بشار. اتصال اخر. طبعا احنا موضوع يثرب احنا نريد نخصص له حلقه، لكن احنا اليوم قاعد نتحدث عن الطلبه النازحين والمعاناه اللي قاعد يعانوها اثناء اداء امتحاناتهم في المراكز الامتحانيه سواء في الاقليم او في كركوك، واعتقد بعد قليل ينضم ويانا مراسلنا من كركوك ايضا يتحدث عن هذا الموضوع، لكن ناخذ اتصال ونرجع. العزاوي من ديار، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حيا الله مقدام البطل وحيا الله عن سامرة وفضاية سامرة الأبطال. يبارك فيك يحفظك كل الهلا. يحفظك الله. أخو معزف مقداد وعسك قبل المباراة قلت لك موضوع النازحين في إيدك تتذكرني يمكن. إي. أصبحت مزايدات وسياسات فاشلة وأصبحت تجارة أساس تريد تاكل بأموال فقراء النازحين هاي السياسيين للأسف الشديد، وتقبل الله يمكن راح يصير نزوح هالقد بعد. لكن نسحة والعام هسه عايزين نزول جديد على سياساتهم الاقطاعيه بدياله، شوف هسه هذا العام اللي توبة على دياله، قامت العالم تنزل بهيك من الهشتات. اخي بالنسبه لموضوع الطلاب الانتحار المفروض اكو دوله صحيحه، المفروض النازحين يكونوا عدم السوق، لانهم تنازلوا من 10 6 وهذا لما مش وقت تقاش وقت امتحان، يعني مو قاعد ببغداد مرتاح على التمريض ياخذ معدل وهذا اللي متهجر بالقيم يظل 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 مضعضع هذا، المفروض يصير عدم السوق حتى يحطون شكرا العزاوي من دياله، شكرا جزيلا لك. ايضا حول سير امتحانات النازحين في كركوك انضم معنا هاتفيا مراسلنا من كركوك احمد القيسي. احمد مرحبا بك. اهلا وسهلا زميلي مقداد. احمد كيف تصف لنا اليوم سير عمليه الامتحانات للنازحين في المراكز الامتحانيه في كركوك؟
تفضل احمد. نعم، بدات الامتحانات قبل يومين، وبدا اليوم الامتحان الثاني في كليه الكاتب بمحافظه يرقوك للطلبه النازحين من كليه المعارف الجامعه. وهناك لك كانت تسهيلات من قبل السيطرات لدخول الطلبه الى الكليه، وذلك توفير لهم كل احتياجاتهم ومستلزماتهم في الكليه من قبل الاساتذه. وكانت وجود الاسئله في القاعات الامتحانيه سهله بسبب الاوضاع الامنيه، معاونه او مساعده عفوا للطلبه النازحين من محافظه الانبار في اقليم كردستان ومحافظه كركوك. نعم. اما هناك كان اعداد هائله من الطلبه، تجاوزت الاعداد من 700 الى اكثر طالب وطالبه كانوا متواجدين في قاعات الامتحانيه في كليه الكاتب في محافظه كركوك. نعم. طيب احمد، هناك في اقليم كردستان تكررت حالات عن وجود مضايقات واضطهاد للطلبه النازحين من صلاح الدين ومن الانبار ومن مدن اخرى من قبل اساتذه هم قادمون من غير اقليم كردستان، لكن هل تكررت مثل هذه الحالات في كركوك؟ ومن يدير ايضا المراكز الامتحانيه في كركوك؟ هل هم من اهل كركوك ام ايضا هم من غير محافظات؟ لا توجد أي حالة جميلة عزيز في القاعات التقنية في كلية الكاتب في محافظة كركوك، وكان المشرفين على القاعات الامتحانية والمراقبين على القاعات الامتحانية من نفس محافظة الأنبار، وكان أعداد المراقبين هائل جدا وتواجدهم أيضا جدا متواجدين في القاعات الامتحانية. طيب اليوم يعني خصوصا ان الجو حار، مع حرارة الجو كيف وجدت نفسيات الطلبة واقبالهم على الامتحانات؟ وماذا تتوقع؟ يعني هل هناك ان شاء الله ستكون نسبة نجاح كبيرة؟ والله رغم شدة الحرارة كان اقبال، ايضا اشارك لها مرة اخرى، كان اقبال كبير للطلبة. نعم. وتواجدهم في القاعات الامتحانيه. نعم، رغم شده الحرب بس هنالك اجابات قويه جدا من قبل الطلبه النازحين وتواجدهم ايضا، وذلك كانوا مفرحين باداء امتحاناتهم كونهم نازحين، وكانوا ايضا متوقعين لن تتوفر لهم قاعات امتحانيه. فكانت الامور سهله من قبل اساتذه كليه المعارف واعضاء كليه المعارف بتسهيل قاعات امتحانيه، وهنالك توفير التبريد من البيتات. يعني كان هناك احمد امتحانات بها. نعم، كان هناك تعاون من 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 كليه التربيه وكليه المعارف في كركوك لتاديه او لسير الامتحانات بطريقه صحيحه. عفوا، كليه التربيه ليس لها علاقه، وانما عماده كليه المعارف زميل العزيز. نعم، عماده كليه المعارف كان لها دور مميز في انجاح الامتحانات. نعم نعم، كان لها دور مميز، وايضا عماده كليه المعارف وايضا عميد الكليه الدكتور معاذ عبد العليم السعدي كان له دور مميز، وبقيه الاساتذه والدكاتره كان موقفهم مشرف ايضا في القاعات الامتحانيه. نعم. لتوفير كل المستلزمات للطلبه النازحين في اقليم كردستان ومحافظه كركوك. الزميل احمد القيسي مراسلنا في كركوك، شكرا جزيلا لك. شكرا ناخذ انور من سليمان بك، تفضل انور. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك سام غداد؟ يبارك بك يحفظك. اي سام غداد، احنا من سليمان بك صار لنا سنه متاجرين واحد جديد مع الطار يعني. نعم. موضوع سليمان بيق احنا مخصصين الحلقة القادمة ان شاء الله سيكون عن سليمان بيق والحديث حول سليمان بيق، وراح نستضيف شخصيات بهذا الخصوص. عفوا. انا سلاحين بطلاء طوز، ويعني طلاء طوز جاي يصير قتل وتأجير بيه. نعم، معروف هذا الشيء. طيب 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 انور، احنا ان شاء الله بالحلقة القادمة الاربعاء راح نتحدث عن سليمان بيق ان شاء الله، ويعني سيكون معنا ضيوف يعني سواء على مستوى وزراء او هم من اهالي سليمان بيق او من قبيله البيات ان شاء الله في الحلقه القادمه. شكرا انوار. شكرا. صار اخر، تفضل. داود ابو سعد، تفضل داود. تفضل داود.
داود. الو. تفضل داود. الو صلاح. صلاح ناظم. صلاح تفضل. صلاح تفضل. داك الثاني اسمعك تفضل. هذا انا بخصوص حيتين. نعم. الو اسمعك تفضل. صلاح الثاني استاذ مداد انا بخصوص حيتين يعني قسم محمد ربنا ان شاء الله. احنا راح نناقش موضوع حي الطين ايضا بالحلقه بس شوي يعني احنا عندنا كثير جد يعني كثير عندنا مواضيع على جدول الاعمال ان شاء الله نتحدث عن حي الطين عن هذا الموضوع في الحلقات القادمه. شكرا صلاح لاتصالك. شكرا. اليوم الذي يحدث في كركوك في الامتحانات في كركوك يختلف كثيرا عن ما حدث في اقليم كردستان، رغم أن الطلبة اليوم خرجوا بمظاهرات قوية للحد من تصرفات الأساتذة والضغوط التي تمارس على الطلبة من قبل الأساتذة، وحتى يريدون أن لا يؤدوا الامتحانات بسبب الضغوطات التي تمارس من قبل الأساتذة. حتى هناك أعتقد حسب ما أكدت مصادر خاصة طبعا أنه البارحة أو الخميس عفوا هناك كانت حتى معركة أو شجار عفوا بين طلاب وأستاذ، وتدخلت الأسايش وقامت بفك هذا الشجارة وهذا النزاع. للأسف الشديد أن نصل إلى هذا الحد من التصرفات مع طلبة نازحين ليس لهم حول ولا قوة. مع الناس مستمرين معكم في برنامجكم مع الناس، منكم وإليكم.
مرة أخرى أحبتي الكرام مرحبا بكم مستمرين معكم في برنامجكم مع الناس. طبعا احنا في البداية ذكرنا أنه راح نتحدث عن الانتهاكات والاضطهادات التي تمارس ضد الطلبة النازحين. حتى كثير من الرسائل توصلني: السلام عليكم، أنا طالب من محافظة الأنبار، حاليا أمتحن بالسليمانية واليوم امتحان إنجليزي، والله مضايقات من قبل الإشراف، وظلينا نص ساعة نعزل بالرحلات، وحر وكهرباء ماكو. يعني هذا جو امتحاني يهيئ للطالب، أنا ما أعرف يعني هذا جو امتحاني يهيئ فعليا إلى الطالب، والله هذه جريمة بحق الطلاب. يعني فوق الضيم والقهر والنزوح، وأكيد يجوز حتى الكروة أو الأجرة اللي جايبيها هو الامتحان يجوز نداينها. ناخذ اتصال. ألو. ألو، نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ مقداح؟ الله يحفظك ويبارك فيك. بسم الله عليك. نحن نشكر الصفات الكريمة من قبل قناة كاظماء على الطلب النازحين ومعاناتهم وكشف الحقائق لوزارة التربية والناس كلها حتى تعلم. هذا واجبنا. تفضلي اختي. استاذ مقداد، احنا نعم الاتصال ردي، اتمنى الاخوة تتعاود الاتصال. اتصال اخر. تفضل. الو. تفضل. ارحم والديك، بس على شغلة حي الطيب، ما تقول احنا جايين من الغارات. نعم. الو. اسمعك. يعني كل احد ما يقبل يرجعون الناس لحد الان بيرغام، يعني وين تروح العالم؟ محمد ظل الاجرة. أنا وعدت أنه أتحدث عن هذا الموضوع في حلقات قادمة، وإن شاء الله في حلقات قادمة نتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله. شكرا. شكرا. ما أدرك بس تنطينا مجال. ألو. تفضل احكي. إلك اللي تفضل سولف، كل الوقت إلك. تفضل. ذيك الحلقة قلت خصصت الحلقة لهذا اليوم السبت، عدت بشغلة حيطين معود فضلنا يا يرحم والديك، يعني مسؤولين نطلب المسؤولين. صار تدلل. صار. المشكلة احنا اليوم ويا المسؤول ما يجاوب. المسؤول اليوم ما يجاوب، ومن تجي الانتخابات يريد بس هو يطلع بالتلفزيون، وهسه تتصل عليه والله ما يجاوبك الا روحك طالعة روحك، يلا يجاوبنا. ناخذ اتصال. ميثاق من صلاح الدين. السلام عليكم. عليكم السلام. شوك أستاذ مقداد الغالي، يحفظك يبارك بيك. الله يخليك أستاذ مقداد. إحنا بالنسبة لنا أنا أتشرف بيك، لأن أنت إنسان طيب وإنسان محترم وراعي حقوق الناس وتراعي مشاكل الناس، وما عندنا غير بس أنت والله وأنت، يعني الله يبارك فيك. الله موجود إن شاء الله، ولا محافظ ولا مدير ناحية ولا غيره. فإحنا بالنسبة النازح يثرب تعيش معاناة حيل صعبة. نعم. حيل صعبة يعني، وهذا الجو الحار، واصبحت مزايدات يعني على الرجوع. ناس تقول والله اريد فصل، ناس تقول والله الا يوافق الحج الشعبي، ناس تقول والله الا نروح للمرجعية، ناس تقول والله ما اعرف. يعني المسألة صارت بها يعني مواضيع مسيسة. فاحنا نطلب من حضرتكم ومن حضرة جميع المسؤولين، وبالاخص انت المغداد، لان ما عدنا غيرك، فشوف لنا حل لهذه السالفه. واكو بعض الشيوخ تصرح وتحكي باسم الطائفيه، والله يثرب ما يرجعون، يثرب ذولا قتله، يثرب مدري شنو، فسوالف ما تسوى. احنا مو قتله. اكو صحيح كم انسان تجاوز عن حقوق الناس وتجاوز عن شرع الله، هذا حسب القانون. أكيد. مو تجي على احنا الفقراء المساكين العايشين حاليا ندور على دينار ماكو، حتى شغل بس ليه ما ينقطع؟ يعني الشغل ماكو، معاناة حيل صعبة، وحتى المليون ما جانا والمنحة ما جتنا، ووضعنا حيل تعبان. فنطلب منكم استاذ مقداد، اكو شيوخ هواية ترى من عمامنا المحسان ومن عمامنا الباقين تصرحون بكلام طائفي، واحنا ما نتقبل هذا الشيء، لان احنا مو طبعنا هذا الشيء. اكو ناس مخش يعني مخشات قدروا يتحاكمون بشهر شهرين سنه الا يتحاكمون، بس مو احنا الفقراء اللي وقعنا بيها. حاليا اصبحنا ما حد يسال عليها، ولا حد جاء طالنا يوم، ولا يابا انت ايش رايدين؟ ايش محتاجين؟ ايش تاكلون؟ ايش تشربون؟ وضعنا حير رديء.
بنطلب منك استاذ مغداد، لان انت اخونا وابونا وكل شيء عندنا. استغفر الله، ان شاء الله اخوكم الصغير، ان شاء الله اخوكم الصغير. شكرا لك ميثاق، شكرا شكرا. احمد بن الطوز. عليكم السلام. هلا ابو شهاب، شلونك استاذ شوقك؟ يحفظك يبارك فيك كل الهلا. والله استاذ احنا من قرطوز. نعم بقرطوز، يعني صار لنا يعني سنه وشهر وقرانه تقريبا صار لها 6 أشهر يعني محرره، بس نريد نعرف يعني من هو البيت من شرطه الترجيع مالتنا، يعني العوده لبيوتنا. يعني والله لو شوف استاذ يعني لو بس تشوف يعني، واتمنى يعني من وليد المدني اتمنى من كانت الزيارات مالته لو بس يطلع شغل للطوز بس يشوف الناس والله وين ساكنه. يعني تصور والله ساكنه اكو مكانات يعني هاي مناجم مال جوف يعني فوق من الطوز، يعني نصها والله لا مي لا كهرباء، يعني عارف يعني شفتها بعيوننا والله، يعني من تشوف حتى تيأس من الحياه يعني. شكرا احمد، شكرا. طبعا احنا ان شاء الله احمد ان شاء الله قناه سامره واستاذ وليد الرجل ما خلى مكان مراحله، وصل للدنيا كلها، فان شاء الله قريبا يوصل لكم للطوز باذن الله، وباذن الله تتدلل ان شاء الله. اتصال ناخذ. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. احنا من الطلبة النازحين اللي قبل شوية قطع الاتصال، انا بس اريد اوجه رسالة لوزارة التربية لوزير التربية. نعم نازح هو ايش حاله؟ هو منين جاي؟ الكروة بالقوة يجمعها ويجيبها، نحن نزحنا وجينا على الاربي، الامتحانات يعاملون بهالطريقة، ناعد فلوس نخلي مدرسين ونتسلخنا الطلاب الطبيعيين، لا شيء، المفروض اللي يراعون هاي الظروف يخلونها بعين الاتفاق، في ارامل فقدت فقدت أولادي فقدت زوجي فقدت أدرس من ذاك هذا المكان، يعني ما لها فد مكان طلاب علم طريقة يتعاملون فيها. أول شيء جايبين مراقبين على عيني وعلى رأسي الأسرة والعمارة والحلة، جايبين مشرفين من هناك يشرفون على الإشراف اللي هناك، يعني هاي فد نسبة كبيرة، يعني عيب حتى بحق التربية إذا تتعامل مع المشرفين الموجودين هناك. هاي باعتبار ضربة سياسية طائفية بها عدة مآخذ، يعني حسب لها إنها حسابات عدة. هاي وحدة. شيء ثاني، ذاك اليوم السيد وكيل وزير التربية أستاذ عوض جاء زار عدة مدارس وفات عن منها على المدرسة اللي نحن موجودين فيها. أقسم بالله العظيم ما جاء قال السلام عليكم ولا طبع لقاعة من القاعات ولا سلم، يعني هو الدين اخلاق، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال جئتكم مكمل المكارم الاخلاق. انا اعتب على السيد الوزير اللي المفروض يخلي يحطهم دورات حتى يعرفون شلون يتعاملون مع الطلاب وشلون يتكلمون وشلون الطريقه. هو وكيل وزير يمثل وزاره كامله، يقول السلام عليكم شلون تنفعك، دعم داخلي احنا ما نعرف غير شيء. انت طالبه، انت طالبه 40 اختي، انت طالبه؟ انا طالبة. ها يعني الان تمتحنين في اربيل؟ تمتحنين الان في اربيل؟ امتحن في اربيل وضقت الامرين، اول شيء لا مساعدات لا عيش، عضلك انما احنا دعمتنا ما عرفت فين جايين. التعامل يعني انا بس اختي اختي دقيقه، فعلا هناك يعني ضغوط من الاساتذه ومن المشرفين على الطلاب، هل صحيح او هناك الفاظ طائفيه صحيح ما نقل؟ لا هو انا جاي هو قتومه اللي جاي من بصره والحله على صوت واضح، صوت واضح. وصلت الصوره اختي، وصلت الصوره اختي. الان نتحدث عن هذا الموضوع، شباب راح تصحصلنا احد من التربية، لجنة التربية النيابية، متحدث باسم وزارة التربية. أثير من يثرب، تفضل أثير. السلام عليكم. عليكم السلام، كل الهلا. شلونك أخوي أستاذ مغداد؟ يبارك بيك يحفظك، تفضل. أستاذ بخصوص حلقة الجمعة عن بخصوص الطلبة النازحين. نعم. أستاذ أنا من يثرب نازح للسليمانية. نعم. أستاذ يعني أنا صرت متوسط اليوم بتاع نت إنجليزي.
هذه والله يعني جايبين يعني المشرفين والله من الديوانية يعني ومن الناصحين حرف مين يعني والله واقفين مشرفين علينا يعني مو شلون ما كان يعني أطالب هو يرفع راسه قبل ساعة بدته وكتب عليه غش يعني واحد بس يعني كتب يشي يعني قبل ساعة بدته وسحب عليه غش يعني قاعات امتحانية استاذ والله يعني كهرباء ما موجودة يعني والله استاذ يعني أطالب يعني ما يتحير مكان إنه يمتحن به. نعم يعني القاعات سيئة أثير عيني استاذ القاعات الامتحانية سيئة جدا والله يا استاذ يعني قد ما تصور سيئة هي سيئة يعني 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 وصل حد انه المشرفين بقى يعني يشوفوا 100 طلاب يعني يعني حتى سبوا الصحاب والله يعني اقبال عيني سبوا الصحاب يعني طالب ما يقدر يحكي هو يحكي قبل كتب عليه غش وعاف يعني يعني يصير هيك استاذ والله ما يصير هذه مأساة شكرا أثير يعني بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم يجي أستاذ متخرج مثقف تسب الصحابة قدام الطلاب لأنهم نازحين لأنهم سنة خلينا نحكي بهذا القلم العريض عيب وزين وزير التربية لازم يتعاقب هذا الأستاذ احنا كنا طلاب إذا أستاذ يتحدث بالطائفية ينفصل الأستاذ يطلع برا هذا مو أستاذ هذا همجي هذا مو أستاذ هذا حرام تنطي كلمة أستاذ ولا دارس كلية تربية أو كلية آداب أو أي كلية فلا يعرف هذا شيء لا يعرف شيء من الآداب ولا يعرف شيء من التربية فهذا أساسا ما يصلح مربي أجيال يروح يقعد يفتح له بسطية حبج قاير عرج ويقعد يبيع بالشارع عيب أنه نصل إلى الدرجة من الانحطاط احنا في قاعة امتحانية محترمة يا أخي الطلاب ما يريدوك تغششهم لكن احترم مشاعرهم احترم ديانتهم احترم طائفتهم احترم انسانيتهم احترم عراقيتهم بعيد عن كل المسميات اليوم ذولا عراقيين بعيد عن كل الطوائف ذولا عراقيين بعيد عن كل الاقليات ذولا عراقيين بعيد عن كل شيء انت لازم تعاملهم بانسانية لانهم نازحين لان الارهاب دمرهم دمر بيوتهم دمر بساتينهم اليوم هو جاي على أعصابه يمتحن وتجي أنت الزيد علي الطين بلة وألفاظ طائفية لو تسب رموز الدينية عيب وزير التربية اليوم دكتور محمد إقبال رجل مثقف وأكاديمي سوي حل العلاج لهذه استقبل شكاوي الناس وعاقب لا تخاف ناخذ اتصال شيبان من يثرب تفضل شيبان السلام عليكم شلون استاذ يبارك فيك يحفظك شلون صحتك بخير الله يحفظك تفضل يعني استاذ انا عندي اخوي رابع علمي بغداد يدرس كمل دراسه كمل يعني الرابع نعم ايه وشهاده قوي قليل طول الشهاده ليش تجيب وثيقه من المدرسه مالتك المدرسه مالتك احنا هي مدرسه ليش هي باقيه مدرسه قل لي قل له انت باقيه مدرسه قلت له باقي مدرسه قلت له هي بيوت مهجم يعني مدرسه ماكو اللي بالبيوت كلها مهجم والمدرسه والشيء اسمه ماكو يعني مدرسه مين راح اجيب لاني نعم نعم والان ما يقبل ينطون الشهاده اي الشهاده ما يقبل ينطون الشهاده هو رابع علمي وسنه كامله هو يدرس نعم شباب حصلونا المتحدث باسم الوزير حتى لو على الفايبر على اللاسلكي على اي شيء شوفونا اياه خلينا نحكي وياه شوي شكرا شكرا شيبان طبعا اخونا اسامه ايضا بعث لي رساله السلام عليكم انا طالب من صلاح الدين من يثرب صف خامس علمي السنه راحت علي شلون شغلتي اعيد السنه طبعا اكيد تعيد السنه وهناك ايضا اعتقد قرار من وزير التربيه بخصوص اعاده يعني او امتحان دور ثاني لكل حتى لو بكل الدروس ناخذ حيدر تفضل حيدر تفضل حيدر والله اخوان مليانه ردفتي انا شو اقترحوا دون شغل والله ابو كرار صوتك ناصي لي يا اخوي ها الصوت ناصي شوي علي لي الصوت تفضل اقول لك اقول لك والله نريد نكتب صوت ينزلون فلوس ماكو امه ماكو دقنا الفلات نعم ايه ما اسمع شيء من حيدر شكرا شكرا مظفر من بغداد تفضل مظفر نعم شلونك استاذ يبارك فيك يحفظك
استاذ والله وانا ادخل بالموضوع شويه، احنا العراقيين ترى كلنا غيره وبركه ان شاء الله. ادخل، احنا كنا مصيبه واحده العراق كله من جنوب الشمال، تفضل. هي المشكله على مود الطلبه، هي المشكله مو بس تعاني ترى المهجرين، هي المشكله حتى عندنا ببغداد. نعم والله هي انا راح احكي لك على الموضوع، هي المشكله حتى عندنا ببغداد، كل الطلبه جاي تشكي ببغداد. ليش؟ وكاخواننا السنه انا عاجيك منتسب بالجيش. نعم. وكاخواننا المهاجرين السنه والله العظيم حتى مساتهم مسات لو تجي لبغداد وتشوفهم خلص. نعم. الله علينا وعلى اهالي وعلى فلان وعلى فلان دار البانهم عليهم العالم. هذا شيء ما ينكر. لا واحد خير، هاي واحد وهاي بالدوام مهجر والله لا عائلته داخله. لا هو راجع لداره وداره مفلشه وبالضيم حاله. صح. صح. وانا اشكرك وما قصرت استاذ وشكرا. شكرا شكرا مظفر لك ولصوتك ولوطنيتك طبعا وعراقيتك الجميله، شكرا لك مظفر من بغداد، شكرا لك. طبعا احنا من نريد نتحدث يا اخوان، احنا نريد نحل مشكله. اليوم ممكن السيد الوزير اليوم يتابعنا، احنا هذه كل هذه المشاكل نعرضها على الدكتور محمد اقبال، الرجل اكاديمي ورجل فاهم متفهم لهذا الوضع، لازم نجد حلول فعليه اليوم قبل ان تزايد الكارثه. اليوم احنا تظاهرات في بغداد، في النجف، في كربلاء، في البصره، في الناصريه، واليوم حتى اليوم تظاهرات للطلبه في شقلاوه، في اقليم كردستان بسبب تصرفات الاساتذه. يا اخوان يعني احنا ممكن الاساتذه زعلوا علينا، لكن احنا درسنا، انا واحد من الناس درست في البصره، هذه المدينه العريقه الجميله مدينتي، فلم يعني علاقتي الى الان طيبه باساتذتي ومن التقيهم وكذا، بعيد يعني حتى بعيد عن 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 كل المسميات، عن كل المسميات. حتى اعتقد في تظاهرات بغداد البارحه التي خرجت هذه التظاهرات كان هناك استاذ درس طالب في مدينة الأعظمية، ذا الشباب حضروا لي، ودرس ثاني من مدينة الثورة من مدينة الصدر، والتقاهم في ساحة التحرير في التظاهرات يطالبون بالكهرباء بحقوقهم. فاليوم احنا لازم نكون بعيدين عن كل هذه المسميات، احنا اليوم نريد نعالج جراح النازحين. اليوم النازحين مكلومين، مجروحين، مذبوحين، لازم احنا نعالج جراحهم بدل هذه التصرفات للاسف الشديد العشوائيه الطائفيه اللي مثل ما ينحس بالاحساب. شوف هذا المقطع. اطالت نبول، هذا طالب من مدينة الثورة من إعدادية قطيبة جان درسته، وهذا طالب بكلية بغداد ابن العظمية، هنا يجود يجسدون ان العراق واحد والمظلومية واحدة. يعني شوفوا الأستاذ، هذا أستاذ، هذا مربي أجيال، من يتكلم بحرقة من قلبه. شوف المقطع، شوف عيدوا المقطع شباب. أبولد نبول، هذا طالب من مدينة الثورة من إعدادية قطيبة جان درسته، وهذا طالب بكلية بغداد ابن العظمية، هنا يجود يجسدون أن العراق واحد والمظلومية واحدة. مؤلم فعلا، أستاذ مربي أجيال. وكلمات أختم بها البرنامج، العراق واحد والمظلومية واحدة، مع الناس حيث تعصف بنا رياح التغيير فيكون ملاذ فضفضتنا، مع الناس منكم وإليكم. نلقاكم بإذن الله مساء الأربعاء مع سليمان بيك، إلى ذلك من حين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.